سلام بنات، دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اش كتعاودوا اليوم مع فيديو جديد؟ غادي نخليكم تدوزوا معايا هاد النهار هذا، تشوفوا لي كيفاش نقضيه. غدا دابا عند عمتي، نمشيو نشوفوها. وجابت لينا شي حاجه وباغا نمشي نجيبها من عندها، قالت لي اجي ندي شي حاجه جابتها لي من المغرب وغنشاركها معكم ان شاء الله. بالنسبه للبنات اللي قالوا لي شاركي معنا مشتريات اللي خديتي من المغرب، بالي دابا ما وصلتنيش، خليتها في المغرب، عاد غدا تجي ان شاء الله ونتقاسمها معاكم. غتجي نهار السبت يمكن توصل هنايا الباليزة. المهم دابا حنا غاديين نخلي نور عند عمتي ونخرج انا وراجلي شويه. المهم انتما دوزوا معايا النهار كامل، شوفوني كيفاش نقضي ونشارك معكم كل شيء. يلا من بعد نتلاقى معكم. المهم الزوينات ديالي حطينا بنتي عند عمتي، حطيت لها كل شيء ديالها، خديت لها داكشي اللي غادي يخصها وحطيته ليها. قلت لعمتي الوقيته ديال الماكله اللي خاصها توكلها. ودابا غادا خارج انا وهشام، غادي نطلعوا لفالكنبرغ ان شاء الله، ندورو تما وندوزو وقيته زوينه. 8 صافي نرجعو في حالاتنا. يلا لقيتوني تنقول لهشام ملي كنخرج بحال هكا بوحدي ونخليها مع باها كنكون مطمئنه بحال راه معايا. دابا جاتني مشكل مخليها مع جدها وغادا خارجه، غادا تنقول ويلي بحال الحناء، حنا مالين حناء شرا مخلينا جدها. المهم دابا كيف قالت عمتي الله يهديها عليها وما تبكيش ليها، بنتي ما مولفاش ليا حتى واحد، خاصة نكون انايا. ودابا خليتها منا لها، قلت لها استحمليها لو كانت ديرها في كراسه وخرجيها. المهم بعد من نهار تزادت نور ما تنخرجش انا وهشام بوحدنا، نخرجوها معانا وقلنا اليوم نحطوها عند جداها ونمشيو نشوفو الا صدقت نعاودوها مره اخرى. الا صدقت لينا نعاودوها مره اخرى. المهم حنا دابا غادي خارجين، ما غاديش نصور لكم هاد الخارجه نهائيا حيت غادي نلوح التليفون غنحيدو، ما غاديش نصور لكم حتى حاجه. ترجعوا نشارك معكم داكشي اللي جابت لي عمتي، ما شفت حتى حاجه، قلت لها ترجع صافي. يلا نتلاقى معكم بعد. البنات هنا يلا جيت دخلت دابا، لقيت عمتي طلعت لي بنتي كلتها شربت خرجوا. المهم هادشي اللي جات لي من المغرب، شي حاجه خداتها ليا هي وشي حاجه خداتها ليا ماما، تنوصل الدار ونوريهم لكم. المهم غنطلق معكم الدار ان شاء الله. صافي الغزالات هزيت بنتي، احنا غاديين دابا للدار ان شاء الله. نوصل الدار ان شاء الله ونوريكم هذاك الشيء اللي جات لي. حتى انا باقي ما شفت والو، باقي ما شفت والو. كيف قلت لكم هي خدات لي مسكينه شي حاجه، وماما حتى هي خدات لي شي حاجه، وخداو حتى هشام كل وحده وشنو خدات لي، بجوج خداو لي تيشيرت تيشيرت، ولكن كل وحده خدات لي شكل. المهم جابوا النور حتى هي شي حاجه، غنوصلوا نوريها لكم ان شاء الله، نقاس معكم كل شيء. وبالنسبه للباليزه قالت لي اجي ليها نهار السبت باش نمشيو نجيبوها من عند مول الكار، جايبه لينا الساتيا ملي كيجيب الناس هو اللي مصيفطين معاه، حتى داك الراجل ما حصلناش عليه مره اخرى. يلا نتلاقى معكم في الدار ان شاء الله. انا يلا دخلت دابا للدار، غادي نوريكم اشنو وصلني من المغرب. كما طرف عينيه معليش، وصلتني واحد اللبسه ديال العيد في البلوغوا، ولكن ما غاديش نوريها لكم دابا حاليا، بغيت نخليها لكم مفاجاه تشوفوني في العيد الاضحى غادي نلبسها ان شاء الله. المهم هيا في البلوغوا، هذه صفتتها لي ماما من المغرب، هي والسروال ديالها، ان شاء الله تشوفوني في عيد الاضحى لابساها. خديت ماما صيفطت لي واحد بحال كيمونو بحال بوليغو، عندي صايا في هذا الشكل، كنت خديتها من موقع شين، وماما خدات لي هذا وخدات لي سيرفيت. نوريكم هذا كيفاش كيجي في اللبسه، ها هو كيفاش كيجي في اللبسه، نوريكم بحال هكا يعني. تتلوحي من الفوق الا كنتي لابسه شي حاجه سماطي ولا ولا شي حاجه، كتلوحي لك من الفوق في البرد بحال هكا في الليل، الصيف وخارجة في الليل. الكمام ديالو هكا دايرين. صراحة ما عرفتش منين خداتهم ليا، واش دير سلطان واش المدينة، ما بقيتش عاقلة، ما قالت لياش. او خدات ليا هاد السيرفيت ديال غوتشي حتى هي،
ماشي اوريجينال طبيعه الحال، سيرفيت عاديه او هو ديالها الفوقاني، الله يخلف عليك اميمتي، هذا ديالها الفوقاني. ماما خدات لهشام واحد تيشيرت بحال هكا داير، او عمتي خدات لي هذا بهذا اللون هادشي. عمتي ماما خدات لي هذا اللون اسود وفيه هاد الديكور هكا بحال هكا داير، فيه النقاط حتى لتحت كيما بحال مرشوش عليه السباغه. وبالنسبه للنور حتى هي داروا لها جديدي بيا العيد، حتى هي نهار العيد نوريها لكم، غادي نوريكم في رجلينا. صيفطت ماما ما عرفتش شكون شرا هادو، واش ماما ولا عمتي مابقات عاقله، خداو ليها شريبيل، انا كنت عفوني كون خداو لها كحل ولا الاخضر، ولكن خداو ليها الباج معليش، وانا خداو ليا اللبسه ديال العيد، خداو ليها خداو ليا هذا هذا اللون، حيت انا قلت ليها خدي ليا هذا اللي في اللون ديال الطرز. وعمتي الحبيبه خدات ليا هذا البيجامه قنيطره عندي بحالها في الابيض، وهي خدات ليا في الازرق صافي. وعمتي جابت لي صابون البلدي، صابون البلدي مع العكر الفارسي، حيت انا ضروري خصني صابون البلدي مره في الاسبوع كنبغي نفرك اللحم ديالي الجلد ديالي. وعمتي خدات النور قطقيشرات، هادو هما الاشياء اللي توصلت بها من المغرب، كنشكرهم بزاف والله يطول لينا في عمرهم. بعد اللي تفكرك شي واحد راه الحمد لله كلهم تفكروني، اختي سهام، اختي لبنى، مرت خويا تيقولوا لي سنه يدي ما كتفكرينا، والاقل حنا نتفكروك شي حاجه اللي هي بسيطه. كنشكركم بزاف بزاف، والهني خطيكم عليا ما كاين حتى مشكل، الواحد ما كيقدرش يدخل بيدي خاوي من صحاب الخارج وداكشي، كندخلوا لكم اللي قسم الله. وكنشكركم بزاف اللي تتوما يا كتقولوا هادوك الناس جابوا لينا حتى حنا نجيبوا ليهم، اللي خطيكم عليا. المهم الزوينات غادي نجمع هادشي وصافي، هادشي هو اللي توصلت به من المغرب تقاسمته معاكم. وبالنسبه للاخوات اللي قالوا لي على الحويجات اللي شريت، انا ما شريت حتى حاجه حيت راك شفت زربت في المغرب، ماما اللي بقيت كنسخرها كتسخر لي وكتجيب لي كلشي كاين في الباليزه، ان شاء الله غتوصلني غنتقاسم معكم داكشي اللي عندي في الباليزه، ماشي شي حاجه كثيره، المهم غنقاسم معكم داكشي اللي عندي تما. و نقول لكم بسلامه، تهلاو في ريوسكم، كنحماق عليكم والهلي خطيكم عليا حتى نتوما على اللايكات ديالكم على التشجيع ديالكم بكم باش انا غاده القدام، اللي خطيكم عليا. وكنشكركم بزاف 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 بزاف، ومعمرني غادي نوقف، غادي نبقى مكمله على ودكم. يلا سلامه.